وإيجابية جدا، وتعكس متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين. المملكة العربية السعودية وفرنسا تربطها علاقات منذ منتصف العشرينات، يعني تقريبا أكثر من 100 سنة، علاقات مميزة. هناك تطابق في الرؤى فيما يتعلق بالتحديات في المنطقة، سواء القضية الفلسطينية، لبنان، سوريا، العراق، تدخلات إيران في شؤون المنطقة، اليمن، مواجهة الإرهاب والتطرف، وفيما يتعلق برغبة البلدين في رفع مستوى هذه العلاقات وتكثيفها في كل المجالات، وهذا ما نعمل عليه بإذن الله. كانت المباحثات كما ذكرت إيجابية جدا، كان في تطابق في الرؤى. نقدر موقف فرنسا فيما يتعلق باستهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي مصنع في إيران وتم إطلاقه من قبل الحوثي بدعم من حزب الله. نثمن موقف فرنسا فيما يتعلق بدعم لبنان وفيما يتعلق بدعم الاستقرار في سوريا، ونثمن موقف فرنسا فيما يتعلق بالسعي لإيجاد حل في اليمن مبني على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني. فأنا ما ودي أطول عليكم في الكلام، لنود نأخذ منكم بعض الأسئلة. مرة ثانية مع الوزير رحب بكم في بلدكم الصديق المملكة العربية السعودية، وتطلع لي العمل معكم في الأيام والأسابيع والسنين القادمة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ومن أجل إيجاد حلول للتحديات العديدة في المنطقة. شكرا. شكرا لكم سيد الوزير وصديق العزيز. أنا الجيد. إذن نعم تفضلوا سيد الوزير. فأنا سعيد جدا بوجودي هنا اليوم في المملكة العربية السعودية مرة أخرى. هذه زيارتي الثانية كوزير خارجية وربما زيارتي الثامنة كوزير، لأني زرت المملكة عدة مرات سابق كوزير الدفاع. هذه الزيارة تندرج في إطار شراكة قديمة، شراكة متينة، وشراكة نحن مصممون على تعزيزها وتقويتها في المستقبل. خلال الاستقبال الذي خصني به خادم الحرمين وصاحب السمو ولي العهد، وفي المبادلات الثرية والحديث الثري مع زميلي ونظيري عادل الجبير، لاحظنا أن هناك عدة نقاط تتطابق فيها وجهات النظر وتلتقي فيها وجهات النظر حول العديد من مشاكل المنطقة. تكلمنا عن لبنان وكررت حرص فرنسا على أن يحافظ هذا البلد على استقراره وسيادته، وأن يكون بمنأى عن التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، وأن يتم احترام كل الطوائف المكونة للشعب اللبناني. ونحن نريد أن ننسق فيما بيننا للعودة إلى وضع طبيعي في لبنان، ونتمنى أن يكون هذا أسرع ما يمكن بعد استقالة رئيس الوزراء السيد الحريري. تناولنا أيضا الوضع الإنساني في اليمن والإجراءات التي يجب اتخاذها لتصل المساعدة الإنسانية بأسرع ما يمكن للشعب اليمني الذي هو بأمس الحاجة إليها. التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قد تبنى تدابير بهذا الاتجاه، ويجب أن نعزز ونوسع نطاق هذه التدابير. تكلمنا أيضا عن الأزمات الإقليمية وطريقة تنسيق عملنا فيها لنساهم في حلها، وأقصد خاصة الوضع في سوريا والوضع في العراق، حيث هزيمة داعش مصدر ارتياح كبير، ولكنه أيضا
سوف يؤدي إلى تحديات جديدة، ومنها السعي لإيجاد حل مستدام وحماية السكان على تنوعهم. وبعد أن ربحنا الحرب نحن الآن بصدد النصر النهائي، لا يجب أن نخسر السلام. لقد تطرقنا أيضا إلى دور إيران والمجالات المختلفة التي نشعر فيها بقلق من تصرفات هذا البلد، وخاصة تدخلات إيران في الأزمات الإقليمية وهذه نزعة الهيمنة عند إيران، وكذلك البرنامج الباليستي الإيراني، الاتفاق النووي الذي أرادته فرنسا والتي أرادته فرنسا أن يكون قويا ومتينا، يجب أن نحافظ عليها لاحتواء خطر انتشار الأسلحة النووية، وسوف نكون ساهرين على تنفيذه بحذافيره. ومساء أمس وصباح اليوم حددنا معا أسلوب عمل لتتمكن فرنسا من مرافقة المملكة والإصلاحات الطموحة في المملكة في إطار رؤية 2030، وخاصة في المجال الاقتصادي، ولتعزيز شراكتنا وليكون ذلك في مصلحة البلدين. وسوف نبدأ بالعمل على هذا من الآن للتوصل إلى تحديد أهدافنا في بداية العام المقبل في الزيارة التي سيقوم بها صاحب السمو ولي العهد إلى فرنسا. شكرا على استقبالك عزيزي عادل الجبير، أنا سعيد جدا بكوني إلى جانبك اليوم. فاليري لورو de l'agence France Presse. Une question autour de monsieur Hariri qui a الفرنسية. سؤال حول موضوع كان مصب اهتمام موجه للوزيرين. متى يمكن ان نتوقع مغادرة السيد الحريري السعودية؟ هذا موجه للوزير الفرنسي. وسؤال موجه للسيد عادل الجبير، هل تعتقد ان الوقت قد حان ليغادر سعد الحريري السعودية ويعود الى لبنان بعد هذه الأزمة التي طرأت بعد استقالته؟ السيد الحريري سوف ألتقي به لاحقا اليوم. السيد الحريري مدعو إلى زيارة فرنسا مع أسرته، دعوة وجهها له الرئيس ماكرون، وهو سوف يزور فرنسا متى يرى ذلك مناسبا، وسوف نستقبله كصديق. الرئيس الحريري عايش في المملكة العربية السعودية بإرادته، وهو قدم استقالته، وفيما يتعلق بعودته للبنان هذا أمر يعود له ويعود لتقييمه للأوضاع الأمنية، وهو اللي يتخذ هذه القرارات. أبكر الشريف من صحيفة الحياة. السؤال الأول مع الوزير عادل الجبير. Non, j'étais sur deux, j'avais pas. أبكر الشريف من صحيفة الحياة. صوت واضح؟ صوت واضح عندك؟ أوكي. السؤال الأول مع الوزير عادل الجبير. تحدثت أنباء عن دعوة لاجتماع المعارضة السورية هنا في المملكة الشهر القادم، متى سيتم عقد هذا الاجتماع وما هي أبرز الكيانات السورية التي ستحضر هذا الاجتماع؟ سؤال أول. السؤال الثاني مع الوزير الفرنسي وعلى وزير الخارجية الفرنسي. دعت فرنسا روسيا وإيران اليومين الماضية لوقف الهجمات في سوريا، هل هناك محاولات جادة لوقف هذه الهجمات
وأيضا وقف الصواريخ البالستية القادمة من إيران. شكرا. فيما يتعلق باجتماع المعارضة السورية تم تحديده الأسبوع القادم بإذن الله يوم الأربعاء والخميس 22 و 23 شهر نوفمبر الجاري. الهدف أننا نوسع المعارضة لتشمل كل المنصات الموجودة، ولتطلع المعارضة السورية برؤية موحدة فيما يتعلق بالمفاوضات، فيما يتعلق بتطبيق إعلان جنيف واحد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، ليستطيع من المبعوث الأمم بالدمستورة أن يستأنف المفاوضات في جنيف. هذا ما نسعى إليه، والدعوات الآن جاري تقديمها للأشقاء والأشقات السوريين، ونأمل بإذن الله أن يستطيعوا يوحدوا الصف فيما يتعلق بالرؤية الذي يريدونها لبلادهم، وأن يتفقوا على الخطوات القادمة ليكون لهم نفوذ قوي في المباحثات. Sur la question syrienne, nous souhaitons bien évidemment que les combats cessent. فيما يتعلق بالأزمة السورية، فمن الواضح أن درجة العنف تنخفض، فهناك مبادرات تم أخذها في أستانا بهدف إقامة مناطق تخفيف حدة التوتر العسكري ومناطق تصل إليها المساعدة الإنسانية سريعا. نتمنى أن يتم تنفيذ كل ذلك بأسرع ما يمكن. نحن نعرف أن الروس والإيرانيين عندهم القدرة على الضغط لكي يتحقق ذلك، ومع كل هذا الآن، وأنا قلت ذلك في ملاحظاتي الاستهلالية، يجب أن ندخل في عملية تحضير للحل السياسي في سوريا. والحل السياسي يحترم سلامة وتكامل أراضي سوريا، ونرفض تفكك سوريا، وحل سياسي يحترم أيضا مختلف مكونات الشعب السوري من طوائف مجموعات إثنية. وهناك مكان وهناك أداة، جنيف والأمم المتحدة، ويجب أن تكون كل الأطراف في وضع يسمح لها بالمشاركة في هذه العملية السياسية التي نتمناها، وهناك تطابق كامل في وجهات النظر مع المملكة في هذا الموضوع. رانيا سنجر، وكالة الصحافة الفرنسية. سؤالي لمعالي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. بالأمس رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون اتهم السعودية بالاعتداء على لبنان من خلال احتجاز رئيس حكومتها رئيس الحريري. ماذا ترد السعودية؟ كيف ترد السعودية على هذا الأمر؟ هذه ادعاءات باطلة وغير صحيحة. الرئيس سعد الحريري مواطن سعودي كما هو مواطن لبناني، وجل المملكة العربية السعودية عايش هنا، عائلته أبناؤه عايشين هنا، هو عايش هنا بإرادته، يستطيع أن يغادر وقت ما يشاء. قابل خادم الحرمين الشريفين، قابل بطرك، زار الإمارات، فوقت ما يريد أن يذهب لبنان هذا أمر راجع له، وراجع تقييمه للأوضاع الأمنية في لبنان. الاتهام من المملكة تحجز على رئيس وزراء أو رئيس وزراء سابق غير صحيح، وبالذات شخصية سياسية حليفة للمملكة مثل الرئيس رفيق الحريري، الرئيس سعد الحريري. فهذه الاتهامات لا أعلم ما هو أساسها، لكنها مرفوضة ولا أساس لها ولا حقيقة لها. أحلام الزعيم، صحيفة مكة. سؤالي سعادة وزير الخارجية السعودي، الأزمة اللبنانية الحالية، هل يمكن أن تشهد أمر غير الحوار لحلها؟ يعني هل يمكن أن يكون الحل على شكل مقاطعة أو على شكل تدخل عسكري معين، أو ما هي الأشكال الممكنة لتقليم أظافر حزب الله اللبناني؟ الأزمة في لبنان أساسها كما ذكرت حزب الله. حزب الله اختطف النظام اللبناني، حزب الله يحاول يفرض سلطة نفوذه على لبنان،
حزب الله يعرقل العملية السياسية في لبنان، حزب الله أداة في يد الحرس الثوري الإيراني، وإيران تستخدم حزب الله من أجل بسط نفوذها في إيران، وتستخدم حزب الله بالنسبة لأعمال الشرار في البحرين، وبالنسبة لدعم الحوثي والتدخل في شؤون اليمن. إذا استطاعت لبنان أن تحجم دور حزب الله فلبنان يكون بخير، لكن إذا حزب الله استمر على هذه السياسة وهذا النهج فهذا يجعل لبنان أن يستمر بعدم الاستقرار، ويجعل الوضع خطر في لبنان. هناك إجماع في العالم أن حزب الله يجب أن يكون يتم التعامل معه بوسيلة أو أخرى، وهناك إجماع في العالم وشبه إجماع في العالم بأن حزب الله منظمة إرهابية من الطراز الأول، وأنه يجب عليها أن تحترم القوانين، ويجب عليها أن تحترم سيادة لبنان، ويجب عليها أن تحترم اتفاقية الطائف، ويجب عليها أن تنزع السلاح. لا يجوز لميليشيا أن تمتلك سلاح وهي خارج عن سلطة الدولة، ومهما حاول حزب الله يبرر ذلك هذا غير صحيح. كانوا يقولوا أن حزب الله السلاح للمقاومة. المقاومة إيش دخلها تروح تحارب في سوريا؟ المقاومة إيش دخلها تروح تحارب مع الحوثي في اليمن؟ فالكلام اللي يقولوه حزب الله لا أساس له. هذه منظمة إرهابية تمتلك ميليشيا وتقوم بأعمال سلبية في لبنان، تؤثر على أمن واستقرار لبنان، وتأثر على الأمن واستقرار المنطقة، وهذه أداة في أيدي النظام الإيراني. حتى الأمين العام لحزب الله أكد ذلك لما قال أنه حتى العيش اللي ناكله واللبس اللي نرتديه والسلاح اللي بأيدينا كله من إيران. هذه هي سبب المشكلة والأزمة في لبنان، وما هو بس اليوم، على مدى سنين. فالسؤال الآن إيجاد وسيلة للتعامل معه، وأعتقد أن هناك أعرف أن هناك تشاورات وتنسيق جاري بين الدول المحبة للسلام والدول المحبة للبنان للمحاولة بالخروج بخطوات تستطيع أن تعيد للبنان سيادته وتقلص العمل السلبي اللي تقوم به حزب الله في لبنان. شكرا جزيلا. Thank you very much. Thank you.